هدفين لفريق الرشيد، هدف امام فريق الوحده، وهذه كره اللعب داخل منطقه الجزاء بالراس، بالراس سامر حسن، والدقيقه الخامسه والهدف الصقراوي الاول. هدف جميل جميل جميل، لعبه راسيه ولا اروع من يوردانوس على راس سامر حسن، وفي المرمى هدف اول لمصلحه فريق الصقر. إذا مباراة ستزداد حلاوة ونحن في أجواء جميلة بعد هطول الأمطار. شوف بالإعادة، شوف تمريرة يوردانوس على رأس سامر حسن في المرمى، هدف أول لمصلحة فريق الصقر.